اللي دابا كفتو هنا جوج الاتجاه خيط هذا شديته به سميتو به شديت فيه ديك سنتيم ضرب هاد سنتيم ضروري نشدو دابا الخيط هاد سنتيم اخر ثاني دابا يعني درت سميتو درت الخيط شفتو ونعاودكم نوريكم الطريقة المهم خشيتو ديك العين ديال نتايا نشدو هكا نتفلي عاوتلي صافي تنديرو دابا مع الخيط دابا كنطلقو الخيط انا دابا كندير بحال نقول بهذا الشكل كنحطو الخيط هكا الكاميرا كاع مبغاش تسلسل ليا دابا كنديرو بحال اللي قلنا درنا هكا صفر هنا دابا صفر هكا تناخدو تناخدو نشدو التوبة كاملت هكا هكا تندخلو هكا نشدو غير شوية التوب هكا تندوزو الخيط تندوزو ليبرا تحت الخيط وتنخرجوها انا دابا عندي دابا الخيط هكا مدور ها هو مدور تنخشيو ليبرا تحت الخيط وتنجبدوه ها هكا بحال الا كنتو دابا ها الخيط دابا مدور عندي على شكل دائرة وتندخل وتنخرجو ليبرا تحت الخيط ها الخيط خرجناه هو دابا غادي نمشي نزيره هنا كان نزيرو شي شويه ما تخلو ما تطلقوش الخيط عاوتاني تنرجع هذا الخيط نعطي نسخرها باش تبان لي هاك تنرجع هذا الخيط للفوق الا بغيت نضرب فين تحت تنرجع الخيط للفوق نضرب عاوتاني فين تحت نرجع الخيط بغيت نضرب فين الفوق تنرجع الخيط من تحت نديرو العكس دائما ليبرا تحت الخيط وتندورو الخيط هكا على شكل دائرة هكا وتن لازم تبدا تخرج ديانك الفوق ديانك لتحت تنزيروها للفوق ديانك لتحت من فوق عاوتاني تنجبدوها من تحت عاوتاني كنرجعو الخيط هكا من تحت هكا من تحت وتنديرو ليبرا هكا نتمنى الطريقة تكون واضحة نزيرو عاوتاني بغينا نضربو الغرزة من تحت نضربو هاد الخيط ونرجعوه من الفوق وتنديرو هاكا تندوزو دائما ليبرا تحت الخيط دائما باش تعقلو عليها كنديرو زيرو بالخيط هاكا احنا دابا درنا زيرو باش ندخلو ليبرا هاد زيرو هاكا نرجعو عاوتاني الخيط لتحت حيت بغينا نضربو ديال الفوق تنديرو عاوتاني ها احنا كنديرو زيرو هنايا على شكل دائرة تنضربو عاوتاني ديال الفوق ها احنا ممكن تنزيرو ما تطلقوش الخيط بغينا نضربو عاوتاني ديال لتحت نرميو الخيط للفوق تنشكلو زيرو تنضربو عاوتاني هاكا تنطلعو دايما كنجبدو ديال التحت تنطلعو للفوق هاكا نزيرو ديال الفوق عاوتاني تنجبدو ديال التحت دابا بغينا نضربو ديال الفوق هي خصنا نرجعو الخيط للتحت دايما هاد الدائرة كنديروها دايما تنضربو هاكا الخيط تحت ليبرا هذاك زروني درناه لهيا ملي انا مشيتي ديريها من فوق هكا دوجيش ليبرا تحت الخيط غادي تجيك خاطئه اذا تنديرو تحت دائما تحت الخيط ليبرا تحت الخيط ركزوا عليها
عاوتاني بغينا نضربو في هذه اللي من تحت هي نطلع الخيط للفوق نديرو زيرو زيرو في الفوق ها هو هو شكل صفر باش ما نطولش عليكم الفيديو باش نبدا نوصلكم هاي الطريقه دي هنا نوريكم ندير زعما شفتوا الطريقه قصاد الحرف يكون مع الحرف يجو مقد كنتمنى ان شاء الله ديروا لايك للقناه ديالي باش اي جديد حطيته يوصلكم.